أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن انطلاق بلاده في إنتاج مشترك مع إيطاليا للسيارات والبواخر قريبا. رئيس تبون في لقاء له مع ممثلي الصحافة الجزائرية، ينتظر بثه سهرة الأحد عبر قناة الجزائر الدولية والإذاعات والقنوات العمومية، أكد أن العلاقات الجزائرية الإيطالية مقبلة على مرحلة جديدة بالانطلاق في إنتاج المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. الرئيس الجزائري التزم بإقرار زيادات جديدة في الأجور إلى جانب رفع قيمة علاوة البطالة والعمل على تقديم يد المساعدة لمختلف فئات المجتمع مع تحسن الوضع المالي. احنا ما دام فيه مداخل إضافية إن شاء الله السنة هذه، التزم برفع الأجور ورفع حتى العلاوة نتاع البطالة. اليوم النية الحسنة والروح الوطنية العالية خلات العمال تاع سوناطراك اللي نحييهم من أبسط عامل إلى القياديين تاعهم على الشيء اللي هم يقوموا به، ما شفنا مشكل ولا نزاع ولا سوء فهم تفاهم مع إيطاليا. ندخلوا اليوم في الإنتاج المشترك، ننتج مع بعض ومستعدين هما باش ينتجوا معنا إنتاج ميكانيكي، إنتاج سيارات، إنتاج بواخر.